دخل المستشفى لإجراء عملية بالعمود الفقري، ولكن معاناته الأكبر نجمت من فيروس لقطه بغرفة العمليات. رحبوا معي باستديو على أكيد بالسيد رشاد سليقة. سيد رشاد، أهلا وسهلا فيك. نعم، أهلا وسهلا. أمتى أجريت العملية؟ من شيء 3 سنين، 2010. لا الديسك. لا، انحناء بالعمود الفقري. أنت من الأساس هيك أو؟ مرضت وأنا صغير، وسوء علاج صار في انحناء. والعملية كانت تقويم العمود الفقري. ولقط الفيروس. وفي تأكيد، يعني عندك تقرير طبي أو أي شيء بيأكد هالموضوع؟ أنا يومين عملت عملية، أول عملية عملتها بعد شهر من إجراء العملية صار في التهاب بالجرح. رجعت الدكتور وحكيته انه هيك عم بصير معي حراره ورجفه، شاف الجرح قال لي ما بياثر. العمليات طويله عاده، اللي بتاخذ وقت غرفه العمليات تلقط جراثيم، بس انه هاي بالطبقه الخارجيه من الجلد، يعني بنقدر نعالجها ونسيطر عليها. هل ملف تبعته الوسيطه جينا عفيش؟ كان رشاد بيعاني من انحناء بالعمود الفقري من صغره، بحس بأوجاع كبيرة بظهره، لحد ما قرر يعمل عملية جراحية لتقويم العمود الفقري. قصد إحدى المستشفيات المعروفة ببيروت لإجراء العملية، بس ما إجت نتائج العملية قد توقعاته. بعد ما عملنا العملية بفترة شي شهرين صار في التهاب بالعملية. رجعت الدكتور، العملية كان أخذت وقت طويل، أنا أكثر من 10 ساعات. قال لي بالعمليات اللي تأخذ وقت طويل نتعرض لهيك التهابات، بس إنه ما مشكلة، يعني إن شاء الله بنقدر نعالجه. والالتهاب بالطبقة الخارجية من الجلد لازم تنعمل عملية بأسرع وقت، إذا فات الالتهاب لجوا بنخسر كل الشغل اللي اشتغلناه. رجعت أمنت مبلغ العملية وعملت عملية ثانية للالتهاب. بعد فترة بسيطة، يعني شي 3 4 شهور، نفس الشيء، ما خف الوجع، رجع الالتهاب مثل ما كان. وقال لي انه لازم نعمل عملية ثانية، الالتهاب بعده موجود. عملنا عملية بنفس المكان وظل الالتهاب موجود. اخر شيء قررنا انه بده يجي عملية رابعة للالتهاب. 3 عمليات ما مشي الحال. يوم فتح الجرح اخر مرة، رابع مرة، طلع الحديد كله من الالتهاب اللي حطوه. فاضطرينا نفك الحديد كله ونرجع للصفر. وهيك عملية ورا عملية لتنظيف الالتهابات جراء جرح العملية، والأوجاع النفسية والجسدية عم تكبر يوم بعد يوم عند رشاد. أنا قبل ما أعمل عملية التقويم ما كان في عندي أوجاع، ما بشعر ولا أوجاع ولا شيء، بس تعب بالنفس، بس أعمل مجهود أتعب. بعد العملية صار في أوجاع كثير، يعني ما ولا يوم حسيت براحة، أوجاع والتهابات وأدوية. اليوم رشاد موظف بموقف السيارات هيدا، ومعاشه ما بيتعدى ال $500 شهريا. المحبين كتار وساعدوه كتير، بس هو ما قادر بقى يحمل. رشاد بيطالب بتسوية مع المستشفى بتخفف عنه معاناته النفسية والجسدية الكبيرة. من بعد ما شفنا التقرير، شو آخر شيء صار بينك وبين المستشفى؟ شو اخر شيء يعني انتهيته قبل ما تجي لهون؟ ولا شيء، انه العمليه كلفتني كثير. رجعوا فكوا، هن عملوا التقويم، حطوا حديد للعمود الفقري. رجعوا اضطروا يفكوا الحديد كله بعد ما صار كله ملتهب. ورجعت الحاله مثل ما كانت واسوء. هلا هيك؟ ايه. انت عمليا هلا ضيعت 3 سنين يعني من عمرك. اكثر من 3 سنين، ماديا ومعنويا ونفسيا وصحيا. رشاد خسر وقت كتير ودفع مصاري طائلة على أمل يتحسن وضعه، ولكن بالنتيجة ما استفاد من شيء، والمستشفى ما عوضت له. بعد الفاصل رشاد عم بيطلعنا على تفاصيل بتفاجئ. قلت له شو السبب اللي صار؟ قال عمليات طويلة عادة تلقط هيك جرثومة، بس بنقدر نسيطر عليها. أنا قالوا لك هيك تلقط هيك جرثومة، استعملوا هاي العبارة. ووسطتنا جينا على الطريق لمواجهة المسؤولين بالمستشفى. حضرنا طالعة راجعة بهالموضوع أنا وياكم، يلا.
رشاد أجرى عملية لظهره وطلع من المستشفى مع فيروس خطير أجبره على الخضوع لعدة عمليات، وبعد لليوم ما حدا عوض له عن هالمأساة. سيد رشاد في وجع هلا؟ شوي ما محمول معود لنعجل. لا محمول. شو ناطر من برنامج على الأكيد؟ أنا قالوا لي برنامجكم الكريم وحبيت أطلع بالبرنامج، بس كمان إذا بقدر أرجع المصاري اللي خسرتها أقل شيء، وإذا بعد في شيء إنه تعالج بس ليخف الأوجاع بس. قدي يعني طالب؟ قدي التعويض اللي بتعتقد إنه بستحق؟ إنه ما بعرف أنا المصاري اللي دفعتها دفعت مبلغ كبير. 35,000 تقريبا. 35,000 دولار. وهي المبلغ كله دين وقروضها و... أنا كل شهر بصير 500 دولار بسبب العملية لمدة 4 سنين 3 سنين. أستاذ مروان، الأخطاء الطبية هو من المواضيع المفضلة عندك كمان بعرف. لا هي أشياء رائجة هالأيام يعني. في عندك كثير قضايا أخطاء طبية. في أخطاء طبية صحيح. الحق على المستشفيات أو على هلا أمرار عدد. أمرار بيكون مشترك بس أغلبية الأوقات بيكون الأطباء. نعم. بموضوع رشاد هلا بموضوعه بالخاص هون على طول حتى المحاكم تلجأ للخبرة، لأنه نحن عم نحكي اليوم عن خطأ وعن ضرر، ويجب إيجاد رابطة سببية بين الخطأ والضرر. قد يكون أمرار الخطأ ارتكبه الحكيم أثناء العملية بالمستشفى وممكن يكونوا اثنيناتهم المسؤولين عنه، وأمرار بيكون الحكيم ما ارتكب خطأ لكن المستشفى، بس حتى المستشفى كهيئات معنوية هي مسؤولة، ومسؤولة حتى تلاحق جزائيا. طبعا تلاحق جزائيا آخر شيء، بس الحكم الجزائي يطلع بغرمون بغرامة وعطل وضرر. هلا الموضوع هون هو اهل الاختصاص هن اللي بيتثبتوا من هالموضوع كليته. اذا كنا نحن عم نحكي عن خطا طبي عن حكيم، عاده المحاكم بتاخذ راي نقابه الاطباء لتحدد هالخطا هيدا، واذا كان عم نحكي عن مستشفيات ممكن للمحاكم كمان اللجوء لاهل الاختصاص اللي هن الحكماء او الاطباء الشرعيين ليتثبتوا من سبب الضرر او النتيجه اللي وصلها لها المريض. استاذ سنو بيقصد انه رشاد ما له الا المحكمه تتسترجع له حقه، لانه هي اللي عندها الصلاحيه لتعيين اطباء شرعيين ليكشفوا ويقرروا الحق بيوقع على مين. بس هو لانه صارت بغرفه العمليات هي الحكيم اكثر او المستشفى؟ لا المستشفى، المستشفى هي مسؤوله عن جميع الموظفين والاشخاص التابعين تحت رقابتها، تبع المستشفى هي مسؤوله، كونه مش خطا ارتكبه الحكيم اثناء العمليه. تحديد نوع الخطا بيحدد إذا كان الخطأ من المستشفى أو من الطبيب، وعلى هالأساس لازم يثبت الصلة السببية بين الخطأ والضرر الحاصل. أنت بعد ما تقدمت على القضاء؟ لا. هلا هون عنده مشكل برأيي الشخصي، أنا حسب ما عم نقرأ الملف صار لها القصة أكثر من 3 سنين. المسؤولية الجزائية اللي هي بالمادة 565 عقوبات بطلت موجودة لأنه جنحة صار عليها مرور زمن 3 سنين، بده يروح على القضاء المدني يلي هي مرور زمن تبعها 10 سنين بس بيطالب التعويض. يعني مثل ما قال المتر معداد، رشاد ما بيقدر يرفع دعوى جزائية تغرم المستشفى، والسبب مرور الوقت يلي هو 3 سنين، ولكن بيقدر يرفع دعوى مدنية يحصل على تعويض عن الضرر الناتج من العملية. وبهالوقت كانت وسطتنا واصلة على المستشفى تتقابل المسؤولية. أنا بدي أقول لك شغلي وبنصح المواطنين، لأنه هذه كلياتهم بيعلقوا فيها، اللي هي أنه أي شخص بيتعرض لخطأ طبي وحتى لما بيروح عند المحامي، والمحامي لازم يتبع نفس الأسلوب، قبل ما يعمل أي شكوى جزائية أو شيء المحامي يلجأ لها الاختصاص، يعني يطلب تعيين حكمة على نفقته الخاصة ليعطوه المحامي بوكالته عن المتضرر من خطأ طبي ما. بس في المحامي هو يكلف طبعا طبعا طبعا. أنا بعملها عادة بنفس الطريقة، قضاء العجلة، بطلب حتى بدون قضاء عجلة لحتى يكون فكرة بملفه، لحتى يشوف قديش هذا الملف ثابت قانونيا وطبيا، لحتى يكون هو المنطلق للملاحقة، لأنه الجزاء التقاضي بالجزاء سيف ذو حدين. كمان اليوم بده واحد لما بده يبني دعوة جزائية بده يعرف على شو بده يبنيها، وبالتالي مش غلط انه ياخد رأي طبي
بهذا الموضوع، لأنه جزء من هالملف الأساسي هو الرأي الطبي بهذا الموضوع. هو بتكون النتيجة يعني أو بيكون التقييم حسب النتيجة أنه نجحت أو لم تنجح العملية؟ لا، هون في نقطة كتير مهمة. اليوم بالمبدأ العام الموجب على الحكيم هو موجب بذل عناية وليس تحقيق غاية، وبالتالي يلاحق الحكيم أو المستشفى عند وصول خطأ جسيم. خطأ جسيم يعني عم نحكي عن إهمال وقلة احتراز وخطأ بعدم اتباع إجراءات معينة واضحة أدت لإيذاء أو أحيانا تسبب بوفاة. الوسيطة جين عفاش موجودة هلأ أمام المستشفى لمقابلة المسؤولين بالإدارة. رجي إذا سمحتوا ديبلكس جين عفاش. جينا، أنا هلأ وصلت من 10 دقايق وموجودة تحديداً أمام المستشفى بمنطقة الأشرفية ببيروت. حجرب أطلع أتواصل مع حدا مسؤول بقسم السكاوى للإطلاع منه عن كسب على وضع رشاد السريقة. حضرنا طالعة راجعة بهالموضوع أنا وياكم. يلا شكراً جينا. توجهت جينا على المستشفى ولكن الكاميرا ضلت برا لأسباب أمنية، فنطرنا بالاستوديو لتخلص مفاوضاتها وتعطينا ملخص شو صار معه. بس خليني اتاكد منك من هذه الناحيه، انت شو مره حكيت مع المستشفى؟ ولا مره. بس اخر عمليه عملتها ايه قالوا بتكلفك 2000 دولار، جبت ال 2000 دولار عملنا العمليه بالمستشفى. بالمستشفى. بس انت شي مره حكيت مع اداره المستشفى او مع قسم الشكاوى؟ انا قلت لهم شو السبب اللي صار، قال عمليات طويله عاده تلقطيك جرثومه بس بنقدر نسيطر عليها. هني قالوا لك هيك تلقط هيك جرثومه بس استعملوا هاي العباره. ايه انه العمليه طولت اكثر من 10 ساعات تحت العمل الجراحي. بس انه الدليل انه انا اخر عمليه عملتها قلت لك بدنا 2000 دولار قبل ما اطلع من المستشفى. دقوا لي قال بدنا بعد 4000 دولار. قلت له اذا بس خلص نشيل الغسل والنبريش بنزل احكي معهم. نزلت لعند المسؤول على الصندوق قلت له ما صار معش بدي اعطيكم، انه قلت بدكم 2000 والحديد اللي ركبناه رجعنا شلناه كله بسبب الجرثومه، ما صار معش بدي اعطيكم. وظليت فعلا من المستشفى ما تخرجت، يعني وصلت التخريج من المستشفى بعده معي. بعد ما فليت بشي ساعة رجوا حكوا معي قلت لهم معي معاش تحكوا مصاري معاش بدي ادفع لكم، خلص وقفت عند هناك. خلصت جينا واتصلت فينا. شو صار معك يا جينا؟ اذا انا طلعت واجتمعت مع الدكتورة وعم بتقول في بعض الاجراءات الواجب عليك انه نعملها نحن ورشاد تنقدر تنبحث بملفه، اخذت مني اسمي ورقم تليفوني وبدها تطلع هي عن كسب على كافة التقارير الطبية اللي بحوصه لرشاد وترفعها على لجنة طبية مختصة هون بالمستشفى لتدرسها، وبعد ما تدرسها بتقرر وبتم اعلان النتيجة. بس انا بفضل انه هو اول شيء يعمله يتقدم بشكوى. انا كنت سألتها هيدا السؤال لدكتورة، قالت لي ما عندها اي مشكلة انه يتوجه رشاد ويقدم شكوى. ايه يعني خلص خلينا نمشي يعني خلينا نمشي حسب الروتين الاداري المتبع وهيك يعني بنشوف كيف تمشي العملية. رح ينزل هلأ لعندك انت وياه تقدموا بالشكوى مع كل الوراق والمستندات اللي بيطلبوها وبنشوف من هونيك لوين نوصل. اوكي بدي اطلب هلأ مباشرة تتوجه على المستشفى وتقابل جينا وتقدموا سوا الشكوى. اوكي يعطيك ألف يعطيكم. توجه رشاد لعند جينا يلي كانت نطرته قدام المستشفى. قدم شكوى بقسم الشكاوى بالمستشفى. نطرنا حوالي الأسبوعين وللأسف لليوم المستشفى ما ردت خبر على رشاد. على كل حال نحن على تواصل دايم مع المستشفى ومع رشاد لحين ما رشاد يسترجع حقه. مشاهدينا وقتنا خلص، موعدنا بيتجدد الأسبوع المقبل. للمشاركة بالبرنامج أو التعليق على أي حلقة الأرقام والعناوين موجودة على الشاشة. 71588744 هو الرقم المباشر. فيكم كمان تتواصلوا معنا عبر zavenonline.com وشبكات التواصل الاجتماعي، وطبعا فيكم تحضروا كامل حلقات على أكيد عبر اليوتيوب أو zavenonline.com. أساتذة كلودين الراسي، مروان سمنة ووسيم عباد، شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. إلى اللقاء مشاهدينا، تصبحوا على ألف خير.